ذلك أن الكافر يبدأ يومه بمعصية الله، حتى لو بدأ بالأكل والشرب فإن أكله وشربه يعاقب عليه يوم القيامة، يحاسب عليه. كل لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يعاقب عليها، وكل جغمة يبتلعها من الماء فإنه يعاقب عليها، وكل لباس يلبسه فإنه يعاقب عليه. والدليل على هذا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا لا لغيره، خالصة يوم القيامة، يعني ليس عليهم من شوائبها شيء يوم القيامة. فمفهوم الآية الكريمة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين حرام، وأنها ليست خالصة لهم يوم القيامة، وأنهم سيعاقبون عليها. وقال الله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل، والآية التي سقتها الآن في سورة الأنعام وهي مكية، المائدة مدنية وهي من آخر ما نزل، قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهوم الآية الكريمة أن على غير المؤمنين جناح فيما طعموه،